تصريح خطير لنقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، الذي قال إنها ستضطر لطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى أيا كانت الجهة الضامنة له. هارون أوضح الموضوع عبر الأو تي في بالإضافة إلى المعضلات التي تواجه المستشفيات لا سيما لجهة التعاطي مع المستوردين. المستشفيات عم بتعاني حاليا من مشكلتين، اولا المشكله الماديه والماليه بسبب الوضع الاقتصادي بالبلد، وثانيا مشكله النقص بالعناصر البشريه بسبب هجره الممرضين والممرضات والاطباء. المشكله المطروحه حاليا هي انه نحن عم بيفرض علينا المستوردين الادويه نسدد ثمن الادويه نقدا وعند التسليم، وما بيقبلوا بتشيكات مصرفيه بالوقت يلي المصارف يلي حساباتنا موجوده عندها ما بتسلمنا اموال نقديه بحجه انه هيدي لازم نامن لها اياها مصرف لبنان، ومصرف لبنان مش عم بيامنها. عملنا اجتماعات واتصالات مع مصرف لبنان وطلبنا تامين 200 مليار ليره شهريا، 100 مليار لتسديد ثمن الادويه و100 مليار لتسديد جزء من اجور الموظفين المواطنين لدى المصارف، ولكن للاسف مصرف لبنان ما وافق غير على 90 مليار، وهذا ما بيحل المشكله. وهون الازمه قايمه، ومضطرين نحن بهالوضع انه نحمل المريض هو يدفع ثمن الادويه عند دخوله الى المستشفى. وزير الصحة دكتور فراس أبيض أشار عبر الأو تي في إلى أن المبلغ الذي كان يعطيه مصرف لبنان هو 50 مليار، والآن اقترح على هارون رفعه لـ90 مليار، لكن الأخير اعتبره غير كاف، ولفت إلى أن المستشفيات تقوم حاليا بواجباتها لتأمين الدواء، معتبرا أن صرخة هارون تحذيرية ويجب أخذها بعين الاعتبار لأهميتها. وكشف أنه زار الأسبوع الماضي حاكم مصرف لبنان بهذا الشأن، وأنه يتابع الموضوع مع ميقاتي، مؤكدا إمكانية متابعته غدا على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وبالعودة إلى معضلات المستشفيات، فهي مجتمعة تنعكس على نسبة التشغيل، فبحسب الدولية للمعلومات قبل الأزمة تراوحت نسبة الإشغال بين 60 و70%، أي نحو 6000 و7000 مريض. أما اليوم فقد تم إغلاق عدد من أقسام المستشفيات وانخفض عدد الأسرة إلى 6000، وأشارت الأرقام إلى أن نسبة الإشغال باتت تتراوح ما بين 50 و60%، أي ما بين 3000 و3600 مريض، أي ما يقارب نصف عدد المرضى قبل الأزمة، مع الإشارة إلى أنه في الفترة ما قبل الأزمة كانت هناك مبالغة في إشغال الأسرة في المستشفيات لتوفر الكلفة من قبل الوزارة أو الجهات الضامنة. ومع ارتفاع إصابات كورونا يجدر التنبيه من أن المستشفيات لا يمكن أن تكون على قدر الجهوزية التي كانت عليها العام الماضي لمواجهة موجة جديدة، فبئس دولة تضع الصحة أثمن ما يملك الإنسان على المحك وفي قعر أولوياتها.